بتعرفوا انه سوق الورق يلي عم نمشي فيه هلأ كان اسمه سوق السقالين؟ تختلف الروايات يلي بتفسر سبب تسميته بهالاسم، بس الاغلبية بيقولوا انه كانوا يسقلوا فيه الجلود ويدبغوها. طيب بتعرفوا انه كان عبارة عن خان للرز قبل ما يتحول لسوق لبيع الورق؟ يا ترى ليش صار لبيع الورق تحديداً؟ سوق اللي انا بعرفه من شي 70 سنة فتحنا ورق لبيع الورق. قبل يوليو سوق السقالين كان يسلقوا فيه بالرز، هيك كنت نسمع من الفارية. بعدين صار سوق السقالين بسوق. بالأول كياس ورق نشتغل، كيس ورق يدوي، أما هلأ ورق ما نجيب ورق من برا ونبيع. محل يقولوا خان سعد باشا تقريبا فوق 400 سنة لحد الآن. الورق هلأ سوق الورق نايلو صار غير أصناف، دخل غير أصناف كمان. هلأ في نايلو في معالي. هلأ سوق الورق قديم كثير، أنا صار لي 20 سنة، أنا وردت المصلحة على أبي، هو قبل مني يعني بالخمسينات والستينات، وجدي قبل مني، وطورت المصلحة، كانوا يشتغلوا بالكياس الورق يدوي يعني يصنعوا يدوية. هلأ تطورت صاروا يستوردوا ورق ويجيبوا ورق، كل ورق للتغليف وبلاستيك وكذا مثل ما كنتم شايفين يعني. وهذا يعني كان اسمه سوق السقالين، نحن بنسمع يعني إنه كانوا يسقلوا فيه صب نحاس ونحاس. هلا تطور صار اسمه سوق الورق، هذا ما لحقنا يعني نحن هذا الشيء، بس هيك يعني بنعرف، هيك بنسمع من الكبار. هذا كان اسمه سوق السقالين، كان يحكي لي والدي الله يرحمه انه هذا كانوا هون يسألوا المقايل تبع النول، كانوا يسألوا الخيطان تبع النول هون، اسمه سوق السقالين مشان هيك كان اسمه. بعدين صار سوق الورق، صار سوق كاس النايلو، يعني صار له عدة أسماء بعد ما إنه تغير سوق. كان ثلاث المكان كله يسألوا نول عليه هون. بعدين صار سوق الورق، صار في تجار ورق، صاروا يساووا كاس ورق هون كمان. يعني كله هذا من له أكثر من 50 سنة 60 سنة. عمر هالسوق من عمر سوق البزورية، يعني أكثر من 250 سنة، وهو من الأماكن التراثية الموجودة على لائحة التراث العالمي.